يسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامج استديو الرياضه. احنا نتواصل دائما معاكم على الخير والمحبه من خلال شاشتنا، ننقل لكم اهم الاخبار العالميه والمحليه من خلال هالبرنامج. كما هو معتاد عندنا ضيوف وعندنا ايضا تقارير وعندنا تحليل لكل مباريات محليه ان شاء الله في استديو الرياضه. نمسي عليكم الخير ومسي بالخير على زميلي غريب، مساك الله بالخير غريب. مساك الله بالنور زميلتي ريم، مسي عليك وايضا مسي على الساده المشاهدين. مثل ما ذكرت زميلتي ريم، مستمرين في تغطيتنا لجميع الاحداث الرياضيه الخاصه في مسابقاتنا المحليه وايضا العالميه، ولكن يمكن يبقى ايضا المسابقات المحليه اهمها، وهو مثل ما يسمونه العرس الكروي والحدث الرياضي الكروي. كأس العالم انتهى على خير في دولة قطر عند اخواننا واشقائنا، قدموا نسخة استثنائية على اكمل وجه مثل ما ذكرنا، ولكن كان مادة دسمة جميلة. لكن ايضا قبل لا نبدا حلقتنا، امسي على زميلنا الصحفي عبد العزيز جاسم، نقول له مبروك فوز منتخب الارجنتين، كونك ارجنتيني، وايضا الحمد لله على السلامة بعد مشاركتك في هذا الحدث العالمي. الله يبارك بعمرك اخوي غريب، ارحب فيك وامسي عليك وعلى اختي ريم وعلى جميع الساده المشاهدين. وطبعا هذا كاس العالم بالنسبه لي، انا بالنسبه لي شخصيا استثنائي، لانه حضرته وتوج فيه المنتخب اللي احبه، المنتخب الارجنتيني. فاثنينهم يعني الحدثين، واحد اجمل من الثاني بالنسبه لي. لو سالتني قبل سنه ما كنت اتوقع ان اكون موجود في كاس العالم، ولا كنت اتوقع ان الارجنتين ياخذ كاس العالم. لكن اثنينهم الحمد لله سنه 2022 بالنسبه لي هذه السنه يعني مفرحه جدا، لانك انت كصحفي وكاعلامي، كن اخوي غريب ولا تختريم، انك تكون متواجد في كاس العالم وتحضر جميع مباريات كاس العالم من اول دور للختام النهائي. اعتقد يعني هذا بحد ذاته بالنسبه للاعلامي او كصحفي انجاز. انا تشرفت اني امثل ربعي الزملاء الاعلاميين في الكويت، صراحه تشرفت في هذا الامر ولقيت السعاده. حتى يعني في شغله كانت موجوده، يعني حتى الصحافه من البرازيل من المكسيك، انت فروم وير؟ كويت. كويت في بعضهم يعني لما يسالك يتذكر منتخب الكويت 82. ممتاز صحيح، لان في صحفي هناك يعني من اخواننا الجنسيه الهنديه وراني صور مع بيليه، ما شاء الله بالقصب، والله يا جماعه بالقصب يمشي. اقول له شنو هذا؟ يقول هذا عشق كره القدم. فهذه الاشياء بعض الفنون جنون يقولون. فانا صراحه يعني شفته وراني يعني صوره يعني قديمه مصورها بالتليفون من تعرف الاسود مع بيليه مع نجوم اساطير، ويشجع المنتخب البرازيلي عشان كذي بعت عنه. طبعا اكيد هذا شيء واحد يتشرف فيه كرياضي وايضا كصحفي، فرصه كانت جميله لان يكون هناك من يمثلنا من الصحفيين، الاستاذ عبد العزيز جاسم. وايضا يعني دائما الكويت تكون لها تواجد وحضور، حتى وان كان بجانب نقول اعلامي او نقول في جانب الصحافه، ولكن مستمرين مع حلقتنا وايضا أحداث الرياضية في مختلف مجالاتها. خلنا نشوف هذا التقرير الخاص فيما يتعلق في يعني المانشيتات، ونعود مرة أخرى لضيفنا الأستاذ عبد العزيز جاسم. أسقط الجهراء مضيفه كاظما وتغلب عليه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 11 لدوري زين الممتاز، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة متساوية مع الخاسر بنفس الرصيد. وسجل للجهراء عبد العزيز مروي وعمر زكري وأساكا، فيما سجل هدف البرتغالي أحمد عرسان. وفي جريدة النهار نشر مانشيت بعنوان العربي والسالمية فرصة قبل التوقف، يخوض العربي اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على السالمية الساعة 6:40 مساء اليوم ضمن الجولة 11 من الدوري الممتاز، والتي تشهد مباراة القادسية مع الفحيحيل في الساعة 4 مساء على استاد محمد الحمد. وتتوقف المسابقة بعد هذه الجولة استعدادا لمشاركة الأزرق في خليج 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 وحتى 19 من يناير المقبل. ومن الأخبار المحلية إلى العالمية، حيث طرحت جريدة الجريدة تساؤلا للقراء بعنوان هل أصبح ميسي الأفضل بالتاريخ؟
وكتبت الجريدة عبر صفحاتها: لطالما عاب سجل البرغوث الصغير المثقل بالانتصارات عدم فوزه بالكأس الذهبية، لتشكل هذه العقبة مادة جدل دسمة عندما تدق ساعة ذكر عظماء كرة القدم. ما كان يحول دون تدوين اسمه أمام مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا والأسطورة البرازيلي بيليه، غير أن فوز راقصي التانجو على منتخب الديوك أمس الأحد على ملعب لوسيل بالدوحة أقفل نهائيا بوجه المشككين ملف القضية ضد المايسترو البالغ من العمر 35 عاما. وإلى جريدة القبس وخبر بعنوان: بنزيما يعلن اعتزاله اللاعب دوليا. أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما يوم الاثنين اعتزاله اللاعب الدولي، وذلك غداة خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وكتب بنزيما عبر حسابه في موقع إنستغرام الاثنين: لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبتها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، مضيفا: لقد كتبت قصتي وتنتهي قصتنا الآن. وكان بنزيما قد شارك في 97 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا. أعزائي المشاهدين، نعزي يعني بداية قبل أن نتكلم فيما يخص هذه الأخبار والمانشيتات، لابد أن نعزي أسرة الفقيد والكابتن محمد عبد الله وأسرة نادي الكويت اللاعب السابق وأيضا مدرب نادي الكويت لوفاته في نهار اليوم، في يعني بعد ما قضى عمر يعني في يعني نقول في مجال التدريب مجال اللعب وشرف الكويت خير تشريف في مجال كرة القدم. فلذلك لابد أن يكون هناك تعزية لأسرة الفقيد الكابتن محمد عبد الله وأيضا أسرة نادي الكويت ومحبين هذا اللاعب الخلوق والمدرب الخلوق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويربط على قلوب محبينه وأسرته وكذلك كل من يتابع هذا النجم رحمة الله عليه. نعم، نعزي طبعا الأسرة الرياضية بالكامل، ونعزي إخواننا عائلة المرحوم الكابتن محمد عبد الله محمد بصخر، ونعزي نادي الكويت بوجه الخصوص أيضا لأنه حقق الكثير والعديد من الإنجازات التاريخية والخالدة في نادي الكويت، خصوصا أنه يعني ترى الكابتن محمد عبد الله رحمة الله عليه قبل شهر كان هو مدرب نادي الكويت، قبل شهر تم تعيين مدرب آخر اللي هو عاشور من البحرين وذهب إلى جوار ربه، ونتمنى له إن شاء الله المغفرة والرحمة. ونقول إنه يعني مثل الكابتن محمد عبد الله لازم إنه يكون لا يعني شو نقول إحنا يعني الناس لازم تعتبره مثال يحتذى به. ليش؟ لأن كمثال كخلق وكمثال كمهنة اثنينهم صراحة كان مميز فيه. أنا ما شفت أحد سواء في الإعلام أو الصحافة اشتكى منه رحمة الله عليه، حتى شوف الآن تويتر مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين اللي كانوا معاه الكل يشوف يقول شوف ثلاث كلمات: أخوي وصديقي ووالدي، ثلاث كلمات يعني كلهم. لأن ليش؟ أنا هو ما شاء الله كان كبير بالعمر لكن يتعامل معهم أخويا وكصداقة، فهذا يعني شيء يحسب له، والآن الدعوات من الجميع له، وإن شاء الله الله يغفر له وإن شاء الله يكون مثواه الجنة يا رب. وهذا الأثر الطيب اللي يتمناه يعني أي إنسان يتركه في الحياة أنه يترك أثر طيب وسمعة طيبة وذكرى طيبة، وأيضا خدم الكويت، فيعني كل أبناء الكويت دائما هم يخدمون هذه الدولة ويتركون بصمة فيها. نرجع يمكن لي قبل شوي المانشيتات اللي شفناها أستاذ عبد العزيز، ونتكلم عن يعني الأنباء تحدثت عن الجهراء يقسو على كاظمة، رأيك في هذا الموضوع وهل هي فعلا قسوة؟ قسوة لأن قسوة لأن ليش قسوة؟ لأن كاظمة وصيف الدوري الموسم اللي طاف. نعم. كاظمة مصنف هذا الموسم إنه يكون من المنافسين الكبيرين يعني على الدوري، لكن بالنسبة لجماهيرهم المستوى الآن صراحة يعتبر مستوى كاظمة متواضع. فهي في عالم كرة القدم لما فريق مثل الجهراء قادم من الدرجة الأولى، احنا وصفنا فوزه على الكويت بالقسوة والمفاجأة، وصفنا فوزه على أكثر من فريق يعني كان بالدوري الممتاز وهو قادم من الدوري الدرجة الأولى أنها تكون مفاجأة. لكن القسوة بالنسبة لكاظمة ليش قسوة؟ أنا بالنسبة لي أن المانشيت مو عشان جريدة الأنباء، بالنسبة لي اختيار الكلمة ممتازة. ليش قسوة؟ لأن كاظمة في الفترة الأخيرة هو اللي ما صار عنده تخبط من ناحية
تغيير المدرب المفاجئ وتعيين ستان بداله ماركوف، شيلة ماركوف تعيين ستان، ما في مدرب يأتي ومعه عصا سحرية معروفة، هذه هو كلمة المدرب هذه. لكن الجهاز الإداري ومجلس الإدارة من المفترض هو اللي يكون واقف مع الفريق، وبالتالي القسوة جاءت أساسا من البداية من نادي كاظمة، هو اللي ساهم في تراجع. لو شفنا المباراة أمس، يعني أنا طالعت المباراة، الجهرة كان المفروض يسجل أكثر بعد من الأهداف هذه يعني بداية المباراة، لكن أضاع الفرص. وكاظمة الشوط الثاني حاول وما قدر من الأساس إنه يرجع يعود في المباراة، في واضح في خلل في نادي كاظمة فني وإداري. وأنا أقول إن الإداري أقوى، لأنه مفروض يتم، أتوقع إنه في شيء، لأن هذا الأسماء اللي موجودة في كاظمة مو هذا أداءها مستواها. يعني غامر فيهم المدرب أستاذ، يعني هو مو مغامرة، المدرب أساسا ما يعرف إمكانيات اللاعبين عدل، فهي تكون عن طريق المساعد. لكن يبقى طريقة اللعب هني يعتمد على المدرب، هو مو عارف إمكانيات اللاعبين بصورة مناسبة، فترة قليلة وقصيرة. لكن لازم إحنا نمدح الجهرة على الأداء الهجومي، الجهرة لعب بطريقة هجومية مميزة وكان صراحة ممتع حتى في الأهداف اللي سجلها، لازم نعطيه حقه مثل ما عطينا كاظمة أنه هو متراجع. لكن الجهراء أيضا الآن بدأ يعود للتطور، الجهراء محقق نتائج كبيرة مع جميع الفرق الكبيرة في الدوري الموسم هذا، وإن شاء الله نشوفه يعني بالمراكز المتقدمة. أستاذ عبد العزيز، يعني فيما يخص الآن كاظمة بعد خسارته بهذه النتيجة، توقف راح يكون يمكن من أجل مشاركة المنتخب في بطولة نقول الخليجي في البصرة، لكن هل تشوفها فرصة بأن يلملم أوراق المدرب وأن يبحث عن الأخطاء اللي حصلت في هذا اللقاء؟ أفضل يعني أفضل فريق بالنسبة لي يصير التوقف هو كاظمة الوقت الحالي، لأن نفس ما قلنا المدرب جديد ويحتاج إلى وقت. أنا أتوقع أن اللاعبين اللي موجودين بكاظمة، وإذا المدرب يمتلك الإمكانيات الكبيرة، راح يوظف الفريق بشكل مميز خلال فترة التوقف هذه، يمكن في بطولة كأس الاتحاد أو في بطولة مباريات ودية. لكن إذا ما استفاد من التوقف ورجع في الدوري وهذا تخبط في النتائج أو في بطولة كأس سمو الأمير حفظ الله ورعاه، أعتقد أن يعني جمهور كاظمة أو المحبين كاظمة ما راح يقبلون بهذا الأمر، وراح يطالبون بأكثر من يعني رحيل المدرب، لأنه مو بس أنت لازم يكون رحيل المدرب، إذا كان في إخفاق أنا بوجهة نظري أن الجميع يتحمل مسؤولية، لاعبي وجهاز فني وإداري، وأيضا من بعدهم يكون مجلس الإدارة اللي اختار هذه المجموعة اللي موجودة. فأعتقد أنه مو إحنا هني مشكلتنا صراحة، أقولها بكل صراحة من قناة كويت سبورت، مشكلتنا دائما الخطأ نحطه على المدرب. أوكي، أخطأ المدرب اليوم شلناه حطينا مدرب، نجحت الخطة نجحت، ما نجحت يبنوا مدرب ثاني. لا، ما مرة واحدة شلت المدرب، المرة الثانية المدرب ما نجح معناته في خلل ثاني غير الجانب الفني، جانب اختيار المدرب يكون عن طريق الإدارة ومجلس الإدارة. فأعتقد هذه الأمور لازم تكون فيها تصحيح، نتكلم فيها حلقات ما تكفينا. دام أن احنا قاعد نتكلم عن هذا الجانب، أيضا الجهرة بدأ بداية قوية بفوزه على نادي الكويت، ومن ثم يعني أيضا قدم نتائج ممتازة، بعدين شفنا في دروب في مستوى الجهرة صارت نتائج غير المرجوة والمطلوبة، اليوم يرجع من جديد. شو اللي تشوفه، شو اللي تغير في الجهرة، شو اللي خلاه؟ ما نبي نخص حقهم يعني، كذلك فوز نقول قوامة 3-1 مو بسيط. شوف، يمكن تسمع مقولة النفس الطويل بكرة القدم، هذا النفس الطويل. انت قلت بدايته كانت قوية، لكن نهاية النتائج ما عنده نفس طويل، البدلاء مو نفس مستوى الأساسيين أو قريبين بمستوى كبير. الفريق يعني لما يعيش نشوة الانتصار مرة تكون الثقة مفرطة كثيرة، فترجع عكسي على الفريق. هذه من مقولات النفس الطويل. النفس الطويل الدوري يحتاج فعلا، لما تلعب كل أسبوع أو خمسة أيام ويكون عندك إصابات 4 وتوقف لاعب انذارين 3 ولاعب دراسة ولاعب سفر ولاعب ظروف خاصة، يحدث يصير 4-3 لاعبين، لكن أنت شلون تعوض هاللاعبين؟ هني ما يكون عند الفريق النفس الطويل. لما يرجع ثاني مرة بعد توقف، احنا كنا توقف الآن عاد، شوف حقق خسر من الكويت لكنه عاد وحقق انتصار على كاظمة، يعني فرق المركز الثالث نادي كاظمة في الدوري. فشوف هذا النفس الطويل ما يمتلكونه، مع احترام النادي الجهرة يعني، حتى لو فاز على العرب وفاز على القادسية وفاز على كاظمة عادي تعثر في أي مباراة، بس المنافسة على اللقب صعبة جدا. نتمنى بالعكس أنه يكون عندنا مثل ما ذكرت دماء جديدة والشباب يشدون حيلهم أكثر، لأن اللياقة اللي ممكن توصلك لمباراة أولى وثانية وثالثة إن شاء الله توصلك للنهائي. إحنا هذا نتمناه عشان ينعكس على المنتخب ترى، يعني نشوف
وهذا الشيء صحيح. لما أي مدرب منتخب يعاني يشوف اللياقة البدنية الأمور الفنية عند اللاعبين متراجع، عشان كذي إحنا ما ننافس برا ترى يعني، لأن عندنا في تراجع بدني كبير أيضا عند اللاعبين. يمكن على جانب التوقف، من توقف إلى توقف ما بين الفرق مختلف الأهداف ومختلف يعني الرؤية لكل الفرق، لذلك جريدة النهار كان لها أيضا مانشيت العربي والسالمية فرصة قبل التوقف. ليش هي فرصة يعني؟ ليش ممكن تشوف أتى الخبر بهذه الطريقة والمانشيت بهذه الطريقة خصوصا قبل التوقف والعربي والسالمية؟ ما شاء الله النهار فيها طبعا أخواني كتاب مميزين كلهم يعني ما شاء الله. بالنسبة للصحافة يعني المقروءة والمكتوبة يعني هم ما شاء الله عليهم اختيار هذا العنوان. ليش؟ رجعوا للمباريات اللي طافت. نعم. العربي صدمة وتعثر أمام النصر بالدقيقة الأخيرة. نعم. في الدوري تعادل. والسالمية خسارة من التضامن. وبالتالي اثنينهم فرصة لاستعادة والتغاط الأنفاس أو تحقيق انتصار ونشوة قبل التوقف. نعم. حقيقة لأن العربي من الفرق والسالمية اللي تطمح أنها تنافس على الدوري. نعم. وواحد فيهم تعادل أو تعثر أو خسارته ممكن يغلص من حظوظه، خصوصا أن الفارق بين العربي والكويت 4 نقاط. نعم الدوري في مرحلة ثالثة ورابعة اللي هي 6 الأوائل، لكن نعم. الفريق اللي راح يروح في المرحلة الثالثة والرابعة راح يأخذ النقاط معاه. نعم. وبالتالي تعويض مثلا فارق 6 نقاط أو 7 مع الكويت يكون صعب جدا، خصوصا من الفرق الكويت من الفرق القوية. نعم. في الوقت الحالي فهي فرصة فعلا لهم. اللي راح يفوز اليوم راح يكون له معنويا أفضل لما يرجع بعد التوقف. نعم. معنويا بصورة كبيرة لأنه يكون قريب أكثر من المنافسة. أنا لو تسألني يعني عن المباراة ما أدري إذا فيها سؤال فيها المباراة. أنا أشوف أن العربي صراحة بالوقت الحالي هو أفضل فريق في الدوري يقدم كرة، لكن في بعض المباريات النتائج ما تخدمه. يعني العربي قاعد يقدم كرة جميلة هجومية، لا اختيارات المدرب صراحة اللي أول ما حاربوه كثير من الناس روسمير حاربوه كثير من الناس يلعب في طريقة هجومية، يلعب سنوسي الصولة العوضي ايدو اكثر من لاعب يعني اكثر موجودين. من اكثر من لاعب مهاجم. بس في نقطه مهمه بتواجههم في نهائي كاس ولي العهد طبعا مواجهه كبيره يعني كي. هل تشوف انه راح يكون لها دور ايضا انه يعني بروفا ولا ما لها علاقه؟ اي شوف تعكس على النتائج. ممكن احنا بعد ما يتم تحديد مباراه كاس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه بالوقت الحالي، لكن السالميه اذا هذا مستوى لا العربي حظوظه افضل. ليش؟ السالميه اصلا تاهله جاء على الساحل يعني بالدقيقة الأخيرة تعادل وبشق الأنفس بركلات الترجيح. العربي جاء على الغاتسية وبنتيجة كبيرة. العربي قدام النصر قدم مباراة جدا مميزة، لكن النصر تعادل بلحظات. السالمية خسر من التضامن. ظروف السالمية بالفترة الأخيرة مو ظروف جيدة ولا ظروف مميزة، فأعتقد ظروف المباراة للعربي هو الأفضل. لكن تبقى هذه المباراة، لا تنسى أن السالمية عند الجنرال محمد إبراهيم ممكن يغير كل شيء بين يوم وليلة. أكيد. إحنا بدنا ننتقل أيضا من الشأن يمكن المحلي إلى المانشيت العالمي. الجريدة أيضا، هل أصبح ميسي الأفضل في التاريخ؟ رايك في هالعنوان والمانشيت الجميل؟ انا يعور قلبي هالكلام. ليش؟ انا ارجنتيني. نعم. واحب مارادونا. نعم. حبيت الارجنتيني بسبب مارادونا واكثر من لاعب باتيستوتا وغيره من النجوم اللي مروا يعني في تاريخ الكره الارجنتينيه. ويبقى ميسي بالنسبه لي امتداد لهم. لكن افضل لاعب في التاريخ يمكن نقول لا تساووا، يعني نقول تساوت الروس. ولغه الارقام يعني استاذ عبد العزيز، لغه الارقام لا ميسي طبعا تفوق على مارادونا، لان ميسي حقق كوبا امريكا. مارادونا قبل، عشان الناس يمكن تعرفها، قبل ما كانوا يهتمون بكوبا امريكا، كان بالنسبه لهم بطوله مو وايد. البرازيل شارك بالصف الثاني، الارجنتين شارك بالصف الثاني. نعم. كانت مو البطوله يعني ما كان لها لكن بالوقت الحالي لا لها تاثير. بعدين بالوقت الحالي قامت تلعب بسنتين الفتره الاخيره، فصار انجازها يعني مو صعب جدا كوبا امريكا. انا بالنسبه لي هذا، لكن يبقى ميسي لا يعني هو ظاهر. لكن مارادونا انا اقولها ودائما اقولها حتى بين الربع والاصدقاء، ان مارادونا هو من علم الناس شلون تكون في مهاره بكره القدم، شلون في فنيات، شلون اذا قدامك 4 لاعبين 5 تطوفهم عادي، الوضع طبيعي. ترى هو مو طبيعي لكن عند مارادونا صار طبيعي هذا الوضع. فشلون من نص الملعب تخترق فريق كامل وتطوف الحارس وتسجل الهدف في كاس العالم، برودة الأعصاب، الثقة. يبقى مارادونا بشغلة واحدة دائما أقولها يتفوق على جميع اللاعبين يمكن حتى المهاريين بالعالم، وهي القيادة. يمكن بالإيطالية تعرف جرينتا يعني الروح والحماس. لا يعني أنا شوف كنت آخر مباراة عشان هذا يمكن للتاريخ، مباراة فرنسا والأرجنتين في النهاية. لما تعادلوا فرنسا مع الأرجنتين 2-2، أول لاعب هبطت معنوياتها بالفريق هو ميسي، واول لاعب وقف
وما قام يتحرك بصوره كبيره، حتى انا قاعد اقول حق يمي الصحفيين اقول لهم يا رب تروح اشواط اضافيه الحين عشان ميسي يستعيد حيويته. هبط هذا الشيء ما اشوفه عند مارادونا. مارادونا لو يدش في هدف هدفين ممكن يعصب، ممكن يطق لاعب، ممكن ينطرد لانه مشكلته شوي بعد. فاعتقد انه يعني تاريخيا اثنينهم صراحه صعب تقول. احنا سالت ارجنتيني قلت له منو افضل، ميسي او مارادونا؟ ما بطول عليكم. قال تقدر تقول منو احسن، امي ولا ابوي؟ هذا الام وهذا الابو بالنسبه لي. انت ما طولت بس شوف ميسي يعني يمكن حتى الاخوان في قطر وكتنظيم يعني مثل ما قلنا ابهرونا ومتعونا من خلال تنظيمهم، يعني يمكن الامير تميم بن حمد لبس البس صار شيخ كره القدم ميسي. فلذلك ميسي ارقامه استاذ عبد العزيز ترى انا مثلك اقول مارادونا هو من انشا اللعبات اللي نقول الفنيه والمراوغات، ولكن بارقامه بما حقق من ايضا على مستوى نقول انديه. وانا واحد من الناس كنت اشوفه للحين الميزان مو مبين ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن بعد ما حضرت قبل النهائي شفته بالملعب بهذا العمر شلون يتحرك شلون يعني يستلم الكره للامانه هو يعني افضل من لمس الكره. زين بالنسبه لي برتبهم، لو برتبهم بقول مارادونا بعد ميسي، لكن ميسي الان في الحقبه الحاليه خاصه في نقطه يمكن الناس ما تعرفها، قوانين كره القدم في حمايه المهاجم كانت بالسابق غير موجوده. يمكن مارادونا اللقطات اللي له يدشون عليه دخول قوي وعنيف مره ومرتين وثلاث ويكمل. شغلين اشرطه قديمه حق مارادونا وتشوفين الطق اللي ينطقه تقولين هذا المفروض 11 لاعب ينطردون مع الحارس. بس تغير، لكنه كان يكمل يعني ما كان يرده شيء، طقونا اثنين ثلاثه يقوم يقوم ما يبي فاول يبي يكمل. هذه الميزه الغياده عنده استاذ عبد العزيز. اذا بنتكلم عن ميسي ومارادونا يبي لنا اربع حلقات اكثر. ننتقل للمانشيت الثاني. المانشيت الثاني يمكن يبقى ايضا نقول من الاصول العربيه اللي اخذ الكره الذهبيه في عنوان في جريده القبس، بنزيما يعلن اعتزال اللعب دوليا. رايك هل تشوف انه ان الاوان ان يعتزل دوليا ام انه يعني تسرع في هذا القرار؟ حطموه، دمروه، زعلوه. باي باي وايد صراحه. بنزيما ما يستاهل اللي صار فيه من اداره المنتخب الفرنسي وحتى المدرب ديشام حتى من بعض اللاعبين. مو انا اقولها، الصحف الفرنسيه كتبت عن هذا الامر. انت يعني لاعب عندك مثل هذا وما استدعيت لاعب ثاني، خلاه معاك بالمنتخب متى ما احتجتك. يعني يا جماعه بنزيما مثل المباراه النهائيه هذه ما كنت تحتاجه يدش بديل مثل بشواط اضافيه، ما كنت تحتاجه يسدد ركلات ترجيح هو مثل بالريال مدريد هو المسدد الاول بركلات ترجيح. أي نعم. قيادي كابتن ريال مدريد لاعب مثل هذا مستحيل انت ما تستعين فيه. حتى لو موجود على دكه البدلاء راح يفرق في فرض ثقته اللي موجوده على اللاعبين انه يعطيهم ثقه بانفسهم من خلال التوجيه والكلام. فاللي سووه معاه شيء يعني مو طبيعي. الإصابة كانت عذر ولا فقط هو يعني هو ما قيل في الصحف الفرنسيه انه عذر، انه لا في تلاعب في من خلال الجهاز الطبي بالاتفاق مع الجهاز الفني انه يقولوا انه ما يقدر يلحق حتى المباراه النهائيه. لكن لما رجع ريال مدريد وشافوا له الطب قالوا انت اصابتك اسبوع يمكن الكسر اللي في ايده اللي شفناه في هذا ما في لا اللي شفناه في يعني تكريم الكره الذهبيه احنا نشوف لا في ايده والناس صارت ما رضى يسوي عمليه يعني ما رضى يسوي عمليه حبا بان يقدم ويقدم. فالامانه مثل ما اتفق معك مثل ما انت قلت يعني ظلم ويعني يمكن ما كان يكافئ بهذا الطريق. هم من الجهاز الاداري والجهاز الفني في المنتخب الفرنسي وبعض اللاعبين صراحه واضح انه كان في يبون يبعدونه وما يبون النجوميه، لان بنزيما بالوقت الحالي مع ريال مدريد وحصوله على الكره الذهبيه هو يعتبر افضل لاعب في العالم بالوقت الحالي كان. نعم. ففي بعض اللاعبين يعني مثل ما صار ايضا في غيره وفي منافسه بين اللاعبين، لكن صراحه بنزيما ظلم. بنزيما نهايته حرام بالنسبه لنا كمتابعين، حرام تكون كذي. بنزيما لازم تكون نهايته مثل لاعب مثل نجوميه ميسي، مثل نجوميه مبابي، مثل نيمار. انه يشارك في محفل كاس العالم 2018 طافه بسبب المشكله اللي موجوده والقضيه وما حصل وما لعب معاهم والقضيه المشهوره في فرنسا. والان 2022 نفس الحدث. فاعتقد ان بنزيما صراحه محارب، واضح ان في ناس قاعد تحاربه داخل فرنسا. احنا شاكرين لك يعني هذا التحليل الجميل والراقي. شكرا لك استاذ عبد العزيز جاسم، نورتنا اليوم في استديو الرياضه. نتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه وتكون معنا ونستخدم يعني جميع الادوات الفنيه ونذكرها من خلال البرنامج. شكرا لك. انا مستمتع جدا بالاستضافه واشكركم على ان منحي الوقت اللي اتكلم فيه. شكرا لك والحمد لله على السلامه مره ثانيه. اذا نروح مع المشاهدين لفقره ترند، هذه الفقره المنتظره، ونرجع معاكم.
الإعلامي حمد المهندي ينشر فيديو عبر حسابه عن المنتخب الأرجنتيني لأول مرة في كأس العالم، منتخب يحتفل في حافلة بين الجماهير في دولة غير دولته. حساب EBL تصريح لأسطورة التنس روجر فيدرر: إنه لي من الشرف أن أشاهدك يا ميسي، أنت تعيد تعريف العظمة ساعة تلو الأخرى، مميز وتاريخي. حسين ياسين يغرد: أما المستقبل فكله لإمبابي، لا أحد يضاهيه في القوة. ميسي ينشر بوست ويحصل على 44 مليون لايك وأكثر من 1,300,000 تعليق ليكسر الرقم القياسي بعدد اللايكات في تاريخ الإنستغرام، أسطورة تاريخية وبوست تاريخي. شفنا معكم أعزائنا المشاهدين هذه الفقرة الخاصة في ما يتصدر وسائل التواصل من ترند، يعني وصراحة يعني الشيء الغريب في الأمر يعني ميسي حتى رب العالمين راد لأنه يكون مثل ما هم حطم الأرقام في كرة القدم، حطم الأرقام في اللايك ريم، يعني يحط بوست ويحصل على يعني هذا العدد 45 مليون لايك في بوست واحد. مع العلم هو ترى يعني بالعدد المتابعين طالما انه هو ما بينه وما بين كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو على عدد المتابعين بالانستغرام بشكل عام هو الاعلى ما بين مطربين لاعبين كل من يعني متواجد على هذه المنصه، لكن يحصل على 45 مليون لايك ويطوف الرقم بعدد اللايكات ومليون و300 ايضا تعليق، يعني ايضا التعليقات هذه ايضا تحسب له، يعني هذه المحبه وشلون انعكست يعني لميسي. رايك بان يمكن تابعتي ريم كذلك يمكن المباراه النهائيه بان النجوميه الان لميسي بما حصل والمستقبل لإمبابي؟ أكيد شوف النجومية مستحقة، يمكن هذا مو رأيي أنا، برأي الجميع هو فعلا استحق، وهذه السنة سنته، والبعض يمكن يقول لو ما أخذ كأس العالم كان هناك يعني راح يصير شيء في ميسي، لأن أنت عارف يعني بعد هذا العطاء والسنوات والأمور هذه فكان يستحق فعلا الفوز، وإحنا نبارك له هذا والمستقبل الفوز. المستقبل والمستقبل إمبابي يعني أتوقع بصراحة لأنه أيضا هو يستحق اللي سواه في المباراة النهائية، مو شوية خلى الكل على أعصابه، يعني أنا أقول إحنا في البيوت وكنا متحمسين جدا شلون اللي كانوا في الملعب او حتى يشجعون الفريق او المنتخب الفرنسي، فاحنا نقول هناك ايضا لاعبين جدد في الارجنتين، يمكن اللي كرم كافضل لاعب وهو صغير السن الفارس عمره 21 سنه، فايضا هو ايضا يستحق ان شاء الله ولو مستقبل في الالعاب القادمه. انا صراحه قبل لا يعني نختم هذه الفقره، انا يمكن اذا يوصل الصوت حق الاتحاد النرويجي مثل ما كنا نشوف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نبي نشوف هالاند ايرلينغ هالاند وايضا امبابي، لان الاثنين هم المستقبل في كرة القدم، نبي نشوف تنافس ما بينهم. لكن ايضا ريم يمكن يبقى معنا ايضا العديد من فقراتنا، يبقى ايضا فقرة كرة الطائرة والحديث عن كرة الطائرة، خلنا ناخذ هذا التقرير ومن ثم نعود للحديث مع ضيوفنا في هذا الاستديو. انطلقت مساء الأمس منافسات الدوري الكويتي لكرة الطائرة على صالة الشيخ سعد العبدالله بمباراتين، حيث التقى العربي والساحل في المباراة الأولى، وأما المباراة الثانية فقد جمعت بين القادسية والكويت. ففي المباراة الأولى تمكن العربي من الفوز على الساحل حيث انتصر الزعيم الأخضر بنتيجة 3-0، أما المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي القادسية والكويت فقد تمكن الأصفر الملكي من الانتصار على العميد بنتيجة 3-0.
شفنا معكم مشاهدين هذا التقرير لكرة الطائرة، وأكيد يعني دائما هناك حماس لهذه الكرة ولها جمهورها ولها متابعينها. في هذا الإطار رحب في ضيوفنا داخل السيديو، حياكم الله معانا ومساكم الله بالخير دكتور مشعل رمضان وأيضا أستاذ محمد عبد الرزاق، أهلا فيكم معنا. أهلا فيك، مساك الله بالنور. رحب فيكم في استديو الرياضة، وأكيد يعني هناك الكثير من الأخبار والتحاليل إن شاء الله راح تكون معنا، وأيضا نعلق على المباريات اللي كانت واللي شفناها في التقرير قبل شوي. كابتن محمد عبد الرزاق، أنا أقول عاش من شافكم، دائما معكم في الاستديو التحليلي، لكن اليوم أكيد نأخذ آراءكم تثروننا فيما حصل في الجولة الأخيرة. خلنا نتكلم عن يعني بداية عن بشكل عام اللي شفته في الجولة الماضية. بشكل عام في مفاجآت حصلت، يعني ما نقول عنها مفاجأة خارقة، لكن نقول مفاجأة أن ما كنا نتوقع ظهور نادي الكويت أمس في المظهر هذا وخسارته من القادسية 3-0 بأقل من 20 نقطة لكل شوط، فبالتالي هذه تعتبر مفاجأة قوية لنادي الكويت. هذا تقريبا. والجولة كانت كذلك الساحل والعربي، كان الأفضلية العربي في جميع الأشواط. حاول الساحل أنه يعمل يعطي كل ما عنده، والعربي نوعا ما متراخي لأنه ضامن نتيجة المباراة، فبالتالي صار في نوعا ما بالشوط الثاني 25-23 كانت النتيجة هذه هي الأغرب أو الأفضل في مباراة الأمس اللي انتهى 3-0 للنادي العربي. نعم دكتور مشعل، ايضا نتكلم عن اداء يعني اللاعبين والفوارق اللي شفناها من خلال اللعبه هذه. طبعا يعني العربي اول شيء يعني نحلل مباريات العربي في هذا الموسم. نعم. هو لعب في بطوله الاتحاد، لعب تقريبا 10 مباريات، قدر يفوز بخمس وخسر خمس، يعني نسبه الفوز عنده 50%. في بطوله الدوري لعب 5 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر واحده، نسبة الفوز عنده 90%. إذا نشوف وضع العربي في بطولة الدوري في تحسن. الساحل في بطولة الاتحاد لعب 8 مباريات، فاز في 3 خسر 5، يعني نسبة الفوز عنده 40%. لكن في بطولة الدوري لعب 6 مباريات وخسر جميع المباريات، يعني نسبة الفوز عنده انزلت، وهذا يعني يخلينا أن نسلط الأضواء على نادي الساحل يعني لمزيد من الاهتمام. الكويت خاض هذا الموسم بطولة السوبر وخسر، ببطولة الاتحاد لعب 10 مباريات، فاز في 8 وخسر في 2، نسبة الفوز 80%. في بطولة الدوري لعب 5 مباريات، فاز في 3 وخسر في 2، النسبة عنده 70%. إذن في تراجع في مستوى نادي الكويت في بطولة الدوري، وهذا واضح من خلال نسبة الفوز. أما القادسية في بطولة الاتحاد لعب 10 وفاز في 8 مباريات وخسر 2، نسبة الفوز 80%. في بطولة الدوري أمس خلص جولاته كلهم 6 مباريات، فاز في 5 وخسر في 1، فرفع نسبة نادي القادسية إلى 90% اللي هي فرق 10%. ولازم نحطه بعين الاعتبار هو عدد المباريات. لكن القادسية قدر أن يعدل الوضع من بطولة الاتحاد إلى بطولة الدوري. العربي أيضا كذلك قدر أن يرفع مستوى الفني في بطولة الدوري. الساحل شارك في هذا الدوري مع يعني فرق النخبة اللي هم المتأهلين للدوري الممتاز بدون لاعبين محترفين. أنا أقول أن أول شيء يعني ما يصير أني أنا أشارك في بطولة عددها 7 فرق من أجل المشاركة، أنا مو في مشاركة خارجية، أنا هني في الدوري الكويتي أحاول أني أرفع المستوى، خصوصاً أني أنا متأهل من دوري الدرجة الأولى. ومن فترة تقريباً 7 شهور كان بالإمكان من إدارة نادي الساحل أن تعمل على تقوية اللاعبين وتجهيز الفريق لبطولة الدوري. نعم. كابتن محمد عبد الرزاق، فيما تحدث فيه دكتور مشعل رمضان، هل تتفق بأن كان من الخطأ نادي الساحل ما أشرك لاعبينه نقول الأساسيين أو حتى محترفين عفوا، ونتكلم عن يمكن النسب اللي ذكرها الدكتور ما بين القادسية والكويت يعني هي متقاربة، كانت عدلها نقول القادسية. خلينا نتكلم بداية أول شيء عن الساحل ومن ثم عن القادسية والكويت،
شو اللي فرق؟ يعني انت قاعد تقول كان مستغرب ظهور الكويت بهذا الشكل. طبعا نتكلم عن نادي الساحل، نادي الساحل يعني انت تعرف الموسم ما يبدا في بدايه المباريات، يبدا قبل في تقريبا شهرين الى ثلاثة اشهر تحضير. فهذا التحضير بالاضافه الى التعاقد مع محترفين، فهذه الامور لازم تحسم في الفتره هذه. احنا لما ندخل منافسه وبعدين نروح نبحث عن محترفين، هذا شيء صعب، خصوصا المحترف عمل عقود مع انديته خلص والتزم مع انديته، فبالتالي اللاعب اللي ما عليه القيمه انت اللي هني راح تحصله. فبالنسبه لنادي الساحل يتحمله اداره نادي الساحل عدم جديتهم في تواجد نادي الساحل في بين السبعه الكبار، وهذا راح ينعكس عليهم انه راح ينزل نادي الساحل مره اخرى الى مصاف الدرجه الاولى اللي راح يصير عنده منافسه مره ثانيه ويصعد. فهذا ما يصير، انت وصلت مرحله انك لازم تحافظ عليها وتصير الافضل. فاللي قاعد نشوفه لا صار الأسوأ. بالنسبه لنادي الكويت، نادي الكويت يعتبر فايز نسبه فوزه 90%. مباراة اللي خسرها والمباراتين اللي خسرهم، خسر امس اول مباراه، المباراه الثانيه كان فيها خطا اداري، هو كان فايز مع العربي 3-1 بس تسجيل لاعب موقوف ومشاركته في المباراه ادى الى احتساب نقاط المباراه لنادي العربي، فبالتالي هني هذه المباراه الثانيه. بس هو منطقيا نقول هو فاز، لكن حسابيا بالنقاط هو خسر خسر مباراتين. دكتور ايضا ودينا نعلق على يعني المستوى بين فريق القادسيه وفريق يعني نادي الكويت، ايضا شلون تشوفون مستواهم؟ مع ان احنا كنا نتكلم عن مستوى الكويت انه يكون ممكن يكون الافضل، ولكن بعد هذه النتائج اول شيء يعني نادي القادسيه تعثر في 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 الجوله الاولى لبطوله الدوري، لكن قدر انه يحقق اربع فوز في المباراه المتتاليه. طبعا الاصابه اللي كان بالفريق موجوده في الجوله الاولى طبعا اثرت على اداء الفريق، لكن بعد عوده المحترف دي قالما لفريق نادي القادسيه بدات تتضح منظومه نادي القادسيه داخل الملعب، وبدا انه يبرز الجوانب الفنيه والتكتيكيه لمدرب نادي القادسيه القادم من برقان على الفريق، وقدر انه يفوز على نادي كاظمه ونادي الكويت المرشحين لحصولهم للحصول على اللقب. القادسيه يعني النقاط القوه اللي عنده تكون من الثلاثي طبعا عبد الناصر ودي قالما وراشد عنبر، بالاضافه الى مسانده المحترف فيكتور اللي ياتي في المرتبه الثانيه بعد دي قالما من حيث المستوى الفني، بالاضافه الى اللبرو ناصر دشتي والسناتر المنيس وسالم فريج الشاب يعني اللي اثبت حضوره في بطوله الدوري. نادي الكويت الان يعني خسر بطولة السوبر، عوضها في بطولة الاتحاد، فالآن يعني مثل ما قال أبو خالد كان يعني في بطولة الدوري بعد الخطأ الفني ممكن أن الفريق من الناحية الذهنية ممكن نحاشة دروب، وهذا هنا يحتاج الآن عمل على من الجهاز الإداري للفريق لعودة الفريق لحصد الألقاب. كابتن محمد عبد الرزاق، اذا بنتكلم عن ايضا يمكن جوله قادمه يوم الخميس وايضا مهمه، طالما ان يعني الان نقول هي نقدر نقول دخلوا في تحضيرهم لما هو قادم في نقول المربع الذهبي، طالما ان الصوره اصبحت تقريبا واضحه، كاظمه ضد برقان كيف تجد هذه المواجهه وما هو ناقص اليوم كاظمه خاصه اذا كان يريد ان ينافس؟ الافضليه لنادي كاظمه راح تكون ان شاء الله بما يضم من لاعبين اصحاب خبره، بالاضافه الى محترفين اثنين مستوى عالي محترفين نادي كاظمه، بالمقابل نجد برقان محترف واحد بعد هروب المحترف الثاني، طبعا بعد ما هرب ما تقدر تعمل اي عقد لان فتره الانتقالات انتهت، راح يسمح لهم جلب لاعبين غيرهم بالشهر واحد ان شاء الله.
فبالتالي الكفة راح تميل لكاظمة بشكل كبير، خصوصا يضم مثلا لاعبين مواطنين اللي هو مشعل العمر، عندك المعد عبد الرزاق اللوغاني، سنتر عبد العزيز الشطي، عبد العزيز السليم اللي هو الليبرو، لاعبين مميزين، لاعبين منتخبات ولاعبين. فبالتالي بالمقابل نجد ان برقان لاعبين يعني يبذلون مجهود كبير، لكنهم يعني مطالب منهم اكثر من كذي. ويفتقد اعتقد ان منتصف الشبكه عندهم مشكله كبيره، اذا ما عالجوها راح يصير الفريق افضل. يمكن اذا نتابع مع بعض ايضا فيما يخص الجوله القادمه من مباريات، راح يكون معنا في يوم الخميس، يعني تكون معنا هناك لقاءين، لقاء اول ما بين كاظمة وبرقان في يوم الخميس، وايضا هذه المباريات تقام على صاله الشيخ سعد العبد الله. اللي يحب يعني يتابع، دائما احنا ندعو الجمهور بان يذهب لمشاهده هذه اللقاءات. وايضا هناك لقاء اخر في نفس اليوم راح يكون يجمع ما بين فريقين نادي الجهره وايضا العربي. يمكن اذا متكلم دكتور فيما يخص الجهره والعربي، كيف تجد هذا اللقاء خاصه اذا يعني مباراه العربي قادم من فوز، وايضا يمكن نقول دائما النظرة الآن تصبح لما هو قادم، يعني أنا أحضر من خلال هذه المباريات. طبعا يعني شوف، لو أنا كان يعني مدرب نادي الجهرة أقسم الفرق إلى قسمين. نعم. القسم الأول اللي هو الكويت وكاظمة والغادسية، والقسم الثاني العربي وبرقان. نادي الجهرة كمنافس مع الكويت والغادسية وكاظمة أثبت حضوره من خلال الأداء الفني من خلال الجولات السابقة. في تنافس قوي وغريب من النادي العربي، كون ان اغلب المواجهات تنتهي في 3-2. اذا نادي الجهره عليه ان تحضير وتحديد اللاعبين الفعالين في النادي العربي اللي هو البلغاري واللاعب البيلاروسي ومحمد السويد، بالاضافه الى السنتر مبارك العيدان. متى ما حددت انا نقاط القوه والضعف لنادي العربي، انا اقدر اني احقق الفوز. نادي الجهره يمتلك مدرب ارجنتيني، وبالمناسبه يعني الدوري اتجه اغلب الفرق الى المدرسه الارجنتينيه، عندنا كاظمة مدرسه ارجنتينيه، ايضا برقان ونادي برقان والقادسيه والكويت، خمس فرق من المدرسه الارجنتينيه. نادي الجهرة يمتلك محترف كوبي ومحترف برازيلي. المحترف البرازيلي عامل توازن داخل الملعب بالنسبة للاعبين الشباب ولاعبين الخبرة داخل الفريق. عودة يوسف كابد أيضا هذه إضافة للفريق. المحترف الكوبي مخلص، ولابد أن يتم استخدام الكرت الكوبي في النقاط الحاسمة، ما تكون يعني في النقاط المستمرة. نادي الجهرة الآن يحتاج إلى الفوز يعني للدخول يعني خطوة للمربع الذهبي. إذا يعني أيضا ذكرت حضرتك قبل شوي أستاذ محمد عبد الرزاق موضوع ثبات اللاعبين أو نقدر نقول الفرق هذه بعد الخسارة، هل الخسارة السابقة تؤثر على اللعبة القادمة؟ هل ممكن تشتت الانتباه؟ هل ممكن تضعف الفريق؟ هل ممكن يعني تغير أمور؟ لأن الخسارة إذا أصبحت متكررة لا قدر الله، فشلون ممكن يتصرف سواء المدرب أو حتى اللاعبين داخل اللعبة القادمة؟ شوية في فرق بين عدد الخسائر، يعني مثلا فريق خسران 5 مباريات غير فريق خسران مباراة واحدة. صحيح. 5 مباريات هذا لازم نشوف السبب اللي نشوفه احنا بضعف امكانيات الفريق، نشوفه بضعف عدم وجود محترفين، نشوف ان في لاعبين صغار السن اطوالهم ما تقاس بالفرق الاخرى، فبالتالي راح نشوف احنا الهزائم، هذا شيء طبيعي. نشوف الأداء هنا، يعني نركز على الأداء، هل هو كان الأداء في مستوى الطموح؟ هل كان مو شرط أن الفوز هو هنا يكون الهدف الرسمي للفريق، لكن تقييم أيضا نقيم أداء اللاعب. صح. بعدين نشوف النتيجة، هذه طبعا الفروقات الفردية هذه راح تصير بين الفريقين، هذه صعبة أنك أنت تتغلب عليها في يوم وليلة
بدون إمكانيات إضافية مثل المحترفين، فهذا نوع من الحزائم. الهزيمة اللي هي أمس مثلاً، نضرب مثل على نادي الكويت اللي خسر فيها أمس 3-0 في أقل من 20 نقطة في كل شوط، فهذه النتيجة هني تحتاج إلى عمل إداري، تحتاج إلى عمل فني، تحتاج إلى عمل تأهيل اللاعب مرة أخرى إلى أنه يؤدي مباريات أقوى، خصوصاً نادي الكويت في عنده مباراة مع نادي كاظمة، ونادي كاظمة فريق ليس سهل. ابتعاد نادي القادسية في 15 نقطة الآن، نادي الكويت في 9 نقاط، حتى لو يفوز في مباراة الأخيرة راح يكون 12 نقطة، فبالتالي ابتعاد الفرق عن نادي مثل نادي الكويت دائما متعود على الصدارة، هذا يعمل له ضغط نفسي، فبالتالي أنت محتاج هني عمل إداري نفسي بالإضافة إلى عمل فني ممتاز علشان تعوض الخسائر، لأن هذا نهاية القسم الأول. نهاية القسم الأول تعطيك دافع أنك أنت ما تبتعد عن القسم الثاني، لازم تكون تصلح أخطائك وما تخسر في أي نتيجة في المستقبل علشان أنت تقدر تأخذ الصدارة ويصير عندك أفضلية في نقطتين. لما تدخل مربع ذهبي راح تدخل في أفضلية نقطتين، وإذا كنت بالمركز الثاني راح تأخذ نقطة، لكن المركز الثالث والرابع راح يكونون بدون نقاط، فبالتالي الأفضلية لازم أنا أبحث عنها بحيث عمل متواصل لغاية نهاية القسم الثاني. كابتن محمد عبد الرزاق دكتور من شهر رمضان، كل الشكر لكم تواجدكم في الاستديو وتحليلكم لما فات من جولة سابقة وأيضا لجولة قادمة، على أمل لقاء إن شاء الله فيكم فيما هو قادم من جولات قادمة في دورينا المحلي ومسابقاتنا المحلية. نبقى لكن يعني أيضا ريم عندنا استمرارية في فقراتنا. نعم أكيد، إحنا معكم متواصلين وبرنامج استديو الرياضة، وأكيد من فقرة إلى أخرى ننتقل مع المشاهدين الكرام. فعلا معنا يكون الآن أيضا فقرة ومهمة يعني ريم لي يمكن هذا الأبطال اللي عندنا، خلنا نأخذ هذا الفاصل ونشوف من بطلنا اليوم. شكرا لضيوفنا اليوم في استديو الرياضة، وشكرا لمشاهدينا الكرام على المتابعة. باكر إن شاء الله بنكون على الوعد، نلقاكم إن شاء الله على خير وسلامة، ومع السلامة.